السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حابين نحكي معكم عن أكثر مشكلة بتواجهنا بعيادة طب أسنان الأطفال، واللي هي بيوصفوها الأهل بجملة دكتور أسنان ابني عم بتدوب، وهي منسميها متلازمة رضاعة الحليب أو نخر الحليب. عادة الأهل يعطوا رضاعة الحليب لأطفالهم أثناء النوم في الليل ولساعات طويلة، وهذا الشيء بيخلي بقايا الحليب تبقى على أعناق الأسنان القريبة من اللثة، واللي بدورها بنشط الخمائر الموجودة بالفم، وخصوصا مع قلة اللعاب وقلة حركة الأسنان بيؤدي هذا الشيء إلى بداية نخر في الأسنان العلوية خاصة، والتي تبدأ بشريط أبيض صغير، وبعد فترة من استعمال رضاعة الحليب هذا الشيء بيتحول من اللون الأبيض إلى الأصفر البني، ثم بعد ذلك تبدأ الأسنان بعملية التآكل رويدا رويدا. طبعا الأهل للأسف ما بيكون عنده فكرة أنه ساب الحليب، فبالتالي نحن دائما ننصح الأهل عندما تبدأ هاي المشكلة فورا بمراجعة طبيب الأسنان الأطفال. عادة الحليب لا يؤثر بالأسنان السفلية، إنما فقط بصيب الأسنان العلوية سواء الأمامية منها أو الخلفية، ولكن كثر استعمال رضاعة الحليب لساعات طويلة ولأكثر من سنة أو سنتين ممكن أيضا يؤدي إلى إصابة الأسنان في الفك السفلي. طبعا إذا لم يتم التدخل مبكرا وعلاج الأسنان بمرحلة مبكرة، فعملية تآكل الأسنان بعد فترة من استعمال رضاعة الحليب تؤدي إلى ظهور خراجات أو آفات في الفك، وبالتالي عندها تصبح المعالجة ليست فقط بعملية إزالة نخر ووضع حشوة سواء منها تجميلية أو غير تجميلية، إنما تكون العلاج بسحب العصب، وفي بعض الحالات للأسف تحتاج إلى القلع. وبالتالي من أجل حماية طفلنا من نخر الحليب ننصح جميع الأهل خلال النوم بعدم إعطائه رضاعة الحليب. أما إذا كان الطفل لا يستطيع النوم من دونها وعنده عادة النوم برضاعة الحليب، نحاول إبدال الحليب بالماء، ونطلب دائما من الأهل بمسح أسنان الطفل وخصوصا إذا كان بعمر صغير 9 أشهر أو سنة، بمسحه بقطعة من الشاش المبلل من أجل إزالة جميع آثار الحليب، أو من الممكن استعمال فرشاة صغيرة فقط بالماء دون معجون. وعلى جميع الأحوال من أجل عدم الوصول لهذه المشكلة بالأساس لا نعود الطفل على استخدام رضاعة الحليب. هذا كل شيء اليوم حابين نحكي معكم، نتشكركم والسلام عليكم.